يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نشر الصور التي تمثل خروج الإنسان من قبره كأن تمثل إنسانا لفظه القبر أو التف عليه الثعبان أو شاب شعره وغير ذلك، هل هذا من باب وسائل الدعوة وما الحكم في ذلك؟ هذا من باب وسائل الدعوة إلى الضلال، هو دعوة لكنه إلى الضلال، هذا أمر لا يجوز، وهذا من العبث، ويخشى أن وراءه ما وراءه أنه تطور، فيجب أن نحذر من هذه الأمور. والدعوة غنية عن هذه الأساليب، الدعوة إلى الله غنية عن هذه الأساليب وهذه الترهات. نعم.